مدام مديحة بناني، نصيحتك اليوم لكل هالسيدات اللي كيستمعوا لنا، كيفاش نستخرجوا هالطاقة الإيجابية بعد المعاناة بعد المشاكل؟ ألوغ، إلا كان شي سيدة عايشة العنف وكتشوف فيا، غادي نقول لها كاين ديما الأمل، كاين ديما الحلول. السن ما عنده التقيمة، وإلا استطعت أنا نخرج من العنف، حتى انتيا استطعي تخرجي من العنف. كيفاش مديحة بناني؟ كيفاش ممكن اليوم السيدات اللي كيستمعوا لنا يستطيعوا انهم يخرجوا من هذا العنف؟ كنقول دائما الوليدات هما العائق، ما تنقدروش نخليو الوليدات. المراه اللي كتعيش العنف تخصها اول حاجه تطلب المساعده. المساعده من من المحيط، الجمعيات، الجيران، العائله، تخصها تهضر، تخصها تبوح. لانه المراه اللي كتعيش في العنف هي مراه مكسره ومهرسه، ما خصهاش تسكت وتصبر وتغطي. سكت وشتر وحشم وصبر وغطي، خصها تبوح، خصها تهضر، خصها تطلب المساعده. كيفاش دير هذيك التنقيه للذات، تعاود تبدا حياتها من جديد؟ ماشي سهل، خصها تنقي هذيك الجروح اولا. إذن مني كتخرج من العنف تتبدأ حياة جديدة، تلك الساعة كتمشي كتخدم على رأسها من الداخل، كتمشي تغير الاعتقادات ديالها، كتمشي تداوي المخاوف ديالها، وكتبني رأسها من جديد، وكتجدد داك الثقة في النفس الداخل والقوة الداخلية. وهذا الشيء كيتخدم إتاب باغ إتاب، درجة بدرجة، بشوية بشوية. نعم، تكلمتي على جمعية أم الغيث اللي كتقدموا فيها المساعدة المجانية لكل السيدات اللي كيعانيوا بصفة عامة. تكلمنا في أقل من دقيقة على هذه الجمعية مديحة بناني، جمعية أم الغيث. ألوغ جمعية أم الغيث كنمشي أنا باش جي كخي أن سيركل دو كوتشينغ للمربيات والأمهات، لأنه الجمعية كتكلف بالأطفال، وأنا خديت المربيات والأمهات، كنخدم معاهم الثقة في النفس، الخلوة، تنسولهم شنو الاحتياج ديالهم وكنخدموا عليه. هذا هو لو كوتشينغ لي سيركل دو فام، سيركل دو غيزون، وطبعا مجاني. اي امراه اليوم كتسمع لنا وبغات تمشي، مرحبا. قلتي ان الجمعيه كاينه مقر نهار الاربعاء، جمعيه ام الغيث سيدي مؤمن، مرحبا. شكرا لك مديحه بناني.